معانا عبر الهاتف الكابتن الكبير كابتن توفيق السيد الحكم الدولي السابق. كابتن توفيق صباح الخير، مشرف ومنور. صباح الفل يا كريم، ربنا يخليك، نورك طبعا، وتحياتي ليك يا رب وموفق دايما، وتحياتي لحضرتك وللساده المشاهدين. دايما مشرف ومنور. انا عايز اسالك على حكم اليوم وطاقم تحكيم اليوم بقياده الكابتن محمد الحنفي، تعرض لبعض الانتقادات بعد نهايه المباراه من هنا وهناك ومن جماهير اخرى، هل النهارده الكابتن محمد الحنفي وباقي طاقم التحكيم قدوا مباراه جيده، مباراه الزمالك وفيوتشر؟ طيب في البدايه بنحب نقول ان الحكم الشخص الذي تحب ان تكرهه، دي انت عارف مقوله شهيره. طبعا لا والحكم معروف ملوش مشجع. ملوش مشجع طبيعي. يعني حتى لو عمل مباراه كبيره محدش هيسقف له يقول له انت عملت مباراه كبيره. صحيح. خلينا نتفق على شيء مهم جدا، ان محمد الحنفي من الحكام الكبار اللي موجودين في القائمه الدوليه بقالهم سنين طويله، يمكن خرج من القائمه الدوليه لكنه يعني مش عايز اقول ايه، اصبح اكثر كمان يعني روعه بعد خروجه من القائمه الحقيقه. محمد الحنفي الحقيقه ادار المباراه بشكل اكثر من رائع من وجهه نظري طبعا. ما فيش اخطاء تحكيميه موجوده في المباراه اثرت على نتيجه المباراه، محمد الحنفي ادار المباراه بحياديه تامه وطبقا للحالات، احنا بنتكلم طبقا للحالات اللي احنا شايفينها كريم. اعتقد ان اللعبه الاولى كان في هناك احتماليه وجود تسلل من على مهاجم فيوتشر، توفيق طلب سمح باستمرار اللعب وعمل ديلي، وده تطبيق او فهم لتطبيق بروتوكول الفار، وفي النهايه لما رجعنا لتقنيه الفار كان الهدف سليم الحقيقه، وبالتالي احتسب الهدف. بنتكلم على في ركله جزاء لصالح نادي الزمالك، مهاجم نادي الزمالك التونسي. اعتقد ركله الجزاء صحيحه 100%، يعني كان في هناك البعض بيقول ان الاثنين في شد من الاثنين، لا ما كانش في شد من الاثنين خالص. شد استمر من لاعب نادي فيوتشر، ركله الجزاء موجوده، والحقيقه القرار صحيح من محمد الحنفي، التمركز اكثر من رائع بمحمد الحنفي، ويمكن ما استغرقناش ثواني معدوده لما عمل كونفيرم مع حكام الفار اللي قالوا له اكدوا على صحه قراره. احنا بنشوف اللعبه يمكن قدامنا اهو، المس موجود وركله الجزاء موجوده، والقرار الحكم وحكام الفار هو قرار صحيح 100%، مفيش ادنى مشكله يعني. نتكلم على الحاله برضو اللي اثارت جدل، حاله محمد عبد الشافي. طبعا محمد عبد الشافي، خلينا نقف عند اللعبه دي شويه. اقول ان محمد، احنا طبعا بنستدعي محمد عبد الشافي، ان هو حكم الفار راى باستخدام قوه زايده على مدافع نادي الزمالك محمد عبد الشافي، وبعدين بعت لحكم الفيديو حكم الملعب يطلع يشوف اللعبه. أنا في اعتقادي الشخصي إن كان ممكن محمد الحنفي بشكل كبير جدا يخرج البطاقة الحمراء لمحمد عبد الشافي، لأن أنا بشوف اللعبة برضه من وجهة نظري إن اللعبة فيها استخدام قوة زايدة، وقرار حكم الفار كان قرار صحيح لوجود احتمالية طرد محمد عبد الشافي، هو القرار الصحيح كان طرد محمد عبد الشافي الحقيقة. طرد. نتكلم عن اللعبة الثانية. لا أنا بس خليها في الحالة دي، الكابتن محمد الحنفي لما رجع ادى إنذار تقريبا. الإنذار ده صحيح ولا إنذار خاطئ؟ يعني بص هو من حق، بص هو في النهايه حق حكم الفار بيستدعي حكم المباراه، لكن في النهايه القرار النهائي هو قرار حكم الملعب. هو الحكم الفار استدعى محمد الحنفي لاستدعيه عشان حاله طرد. بالظبط، حاله طرد، احنا زي ما عارفين بروتوكول الفار، طرد او مش طرد، هدف مش هدف، تسلل مش تسلل، ركله جزاء او ركله جزاء، هم اربع حالات فقط اللي بنستدعي فيهم. اللعبه دي كان فيها احتماليه حكم الفار شاف من وجهه نظره انها تستحق البطاقه الحمراء، استدعى الحنفي، الحنفي شاف انها تستحق فقط البطاقه الحمراء. قرار حكم المباراه هو القرار النهائي، ولكن من وجهه نظري انا اللعبه ممكن تستحق بطاقه حمراء. لا لا، انا يا فندم عايز افهم الحته دي قانونا، يعني انا دلوقتي لو ما شفتهاش طرد ارجع ادي انذار ولا خلاص ادام ما اديتش اصلا قرار من الاول خلاص؟ بالظبط كده، انا قلت لحضرتك الحكم الفار بيستدعيه عشان تطبيق بروتوكول الفار، اللي هو شايف انها بطاقه حمراء، حكم المباراه يقدر ينزل بالعقوبه، وجهه نظره صحيحه تطبيقا لبروتوكول الفار صحيح. ان هو ينزل للعقوبه اللي يقول لك لا انا اشوفها مش طرد، انذار بس، اشوفها انذار، فما فيش ادنى مشكله. تمام، عشان بس الامور ما تتبس على بعض الناس اللي بيقول لك ان الحكم كان لازم يستدعيه عشان يطرد وهو ما طردش، لا هو الحكم طبق بروتوكول الفار بشكل صحيح، ولكن ده تقديره للعبه، لكن انا بشوف تقديري انا الشخصي اللعبه كان ممكن تستحق ركله جزاء الحقيقه. الحاله الثانيه سوري انا اسف، حاله طرد. الحاله الثانيه اللي حضرتك كنت عايز تتكلم عنها، الحاله الثانيه اللي هي ركله الجزاء الثانيه المحتسبه لصالح نادي الزمالك، الحقيقه ركله الجزاء ما فيش اسهل منها، ركله جزاء موجوده، يد مدافع نادي فيوتشر مكبره جسمه بشكل واضح تماما، تمركز محمد الحنفي صحيح، وهو اللي واخد القرار الحقيقي، حتى اللاعب نفسه لاعب نادي فيوتشر نفسه عنده انطباع وعنده قناعه بصحه قرار الحكم، مفيش ادنى مشكله، القرار صحيح، وزي ما احنا شايفين حضرتك على الشاشه
ركله الجزاء موجوده والتنفيذ كان كمان صحيح، ما فيش ادنى مشكله. الحاله الثالثه هو ما فيش حاله ثالثه، الحاله الثالثه هم كان في بعض اللعبه الاخيره اللي هي كان هناك شبهه تسلل في منطقه الجزاء هدف نادي الزمالك. الحقيقه لما استرجعت اللعبه الهدف صحيح 100%، ما فيهوش ادنى مشكله، حتى الكوره جايه في كتف مهاجم نادي الزمالك، هنسميه دلوقتي مهاجم نادي الزمالك، في طريقها للمرمى، ما كانش في حالات تسلل، ما كانش في شد وجذب، واذا قرار الحكم هو الصحيح. الحاله اللي احنا شايفينها قدامنا دي حاله فريق فيوتشر لحظه لعب الكوره، لو شفناها هنلاقي ان مهاجم نادي فيوتشر متسلل، برضه يوسف البوساطي مساعد الحكم الاول سمح باستمرار اللعب طبقا لتطبيق بروتوكول الفار، عمل ديلي، وفي النهايه الحقيقه القرار صحيح، وجود تسلل على لاعب نادي فيوتشر صحيح. الكره الاخيره للزمالك الهدف الثالث، هل في اي شبهه لفاول في داخل منطقه الجزاء؟ بص حضرتك دايما في منطقه الجزاء في حوالي 20 لعيب، دايما الكره ثابته وفي حوالي 20 لعيب داخل المنطقه، شيء طبيعي ان لازم يكون في تلامس وفي التحامات، لكن هل في مخالفه؟ لا، انا ما اعتقدش ان كان في مخالفه، الهدف صحيح 100%، وقرار حكام وحكام الفار صحاح ان شاء الله. صحيح. كابتن الكبير كابتن توفيق السيد الحكم الدولي السابق، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله.